السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب وطلبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة بإذن الله هناخد ليسون 5 و 6 من يونت 1، واللي بيتكلموا عن comparing and rounding decimals. فياريت تركزوا معايا في حلقة النهاردة، ويلا نبدأ الدرس. أول حاجة نتكلم عليها هي comparing decimals. comparing طبعا يعني بيجيب لي two decimal numbers واللي مين فيهم الكبير أو الاثنين equal or not. طيب أول خطوة لازم أعرفها لما أجي أعمل compare لأي two numbers، لازم أول حاجة أعملها أعد، طبعا ده إحنا بنتكلم عن decimal numbers، لازم أول حاجة أعملها أعد ال whole numbers. ال whole numbers اللي هي الارقام اللي قبل الديسمال بوينت. يعني في النمبر اللي قدامي ده، عندي هنا قبل الديسمال بوينت في 3 ديجيتس، وهنا قبل الديسمال بوينت في 2 ديجيتس، يبقى مش محتاج ان اقرا اصلا ايه اللي مكتوب، على طول يبقى ده اكبر من ده. ليه؟ because the number of digits in the whole number ماشي in the left number greater than number of digits in whole number in the left in the right number. يعني عدد الديجيتس الموجودة في الول نمبر اللي هنا ماشي، مش اللي في الديسمال، اللي في الول تمام، أكتر من عدد الديجيت الموجودة في الول اللي هنا. طيب طب يا مستر افرض جالي الول نمبر هنا قد الول نمبر هنا، يعني هنا 2 ديجيتس وهنا 2 ديجيتس، أبدأ أشوف ال 2 ديجيتس مين فيهم أكبر من التاني. مثلا واحد 45 والتاني 36، يبقى 36 أكبر، ماليش دعوة بالديسمال تمام. يبقى عندي الكيس الأولى إن الديجيتس اللي في الول نمبر الأولاني أكبر من الديجيتس اللي في الول نمبر التاني. طب افرض الاتنين قد بعض في العدد، يعني هنا 2 ديجيت نمبر في الول وهنا 2 ديجيت نمبر في الول، ماليش دعوة بالديسمال لسه، هشوف الول نمبر هنا كام وهنا كام. هنا مثلا 40 وهنا 50، يبقى 50 أكبر. طب الاتنين قد بعض، ابدأ بقى انتقل لجزئية الديسمال، ابدأ انتقل لجزئية الديسمال. طب الديسمال لما اجي ابص عليها ببص على عدد الديسمالز اللي عندي؟ لا، امال ببص على ايه؟ ببص على الديجيت الاولاني بعد الديسمال بوينت، باخدها واحدة واحدة كده. يعني الديجيت الاولاني بعد الديسمال بوينت هنا 1، وهنا الديجيت الاولاني 8، يبقى مين الاكبر، ال1 ولا 8؟ لا ال8، يبقى ده الاكبر. يا مستر استنى، انت بتقول ايه؟ ده هنا 85 وهنا 199، ازاي الكلام ده؟ ال85 اكبر من 199؟ اقول له لا استنى يا حبيبي، بلاش التسرع ده يا حبيبي. في الديسمال نمبرز ماشي، بنيجي في الديسمال على اليمين وبنساوي عدد الديسمالز، فبضطر نزود هنا زيرو. يا مستر ما هالزيرو كده غيرت شكل النمبر، اقول له لا يا حبيبي ما غيرتوش، لان الزيرو هنا انا حطيتها على اليمين، على اليمين في الديسمال ملهاش فاليو، زي على الشمال في الول نمبر كده، على اليمين في الديسمال ملهاش فاليو، زي على الايه؟ على الشمال في الول نمبر، زي بالظبط لما اجي اقول لسيادتك 0 1 4 كده اسمها 14، الزيرو ما عملتش حاجه. في الديسمال بقى احط زيرو على اليمين ملهاش اي قيمه، تمام كده؟ طيب طيب هنا طلع 1 وهنا 8، قلنا ال 8 اكبر يبقى النمبر ده اكبر. طب افرض الاول هنا والاول هنا قد بعض، يعني هنا 1 وهنا 1، او هنا 2 وهنا 2، انتقل للرقم اللي بعده زي هنا مثلا، هنا 9 وهنا 8، ده طبعا بعد ما ايه اشوف كل اللي قبله تمام. هنا 9 وهنا 8، ده طبعا في الهندردز ماشي، 9 و 8 مين الاكبر؟ 9، يبقى 9 اكبر، ماليش دعوه باللي بعده مهما كان، ولا عدد ولا ايه ولا قيمه. طب الاثنين قد بعض، اروح للي بعده، الاثنين قد بعض اروح اللي بعده، وهكذا. طب كله قد بعضه، يبقى التو نمبرز ار ايه؟ ار ايكوال. يبقى تاني على السريع، عايز اعمل كومبير بتوين تو ديسمال نمبرز، اول حاجه ابص على الول اللي فيهم، لو قد بعض انتقل للديسمال، مش قد بعض اشوف مين الاكبر واختار. باجي على الديسمال ببدا من اول ديجيت بعد الديسمال هو التنسز، وابدا بقى اعمل ايه؟
كومبير وانا ماشي لحد ما اعرف ان كان في حدد اكبر من التاني او الاثنين قد بعض. نيجي على اول اكزامبل عندنا كده وعايزين الناس تصحصح معانا. 45.057 وهنا 45.100. طبعا دي ممكن تنطق بطريقه ثانيه 45 and 57 hundreds وهنا 45 and 100. طيب طبعا للاسف العربي دلوقتي بقى مكتوب بنفس الارقام دي. طبعا دي اصلا المفروض ان دي هي الارقام العربيه المعلومه يعني، والارقام اللي احنا بندرسها بالمعلقه العربيه دي المفروض تكون ارقام هنديه او لاتينيه ماشي، يعني المفروض ده اصلا العربي، بس العربي بينطقوا غيرنا. يعني هنا انا قلت 45 صح، 45 اند كام 57. لما اجي انطقها بالعربي بقول 45 بنطق من اليمين للشمال، فممكن تحصل لخبطه يعني، فاعتذر لو كنت اتلخبطت وانا بنطق الرقم يعني. طيب نيجي هنا بقى عايزين نشوف مين فيهم الكبير، واروح اقول نمبر هنا 45 وهنا 45 قد بعض، انتقل للديسمال. اروح فين للديسمال؟ ها اروح لاول ديجيت، اول ديجيت هنا 0 اول ديجيت هنا 1، يبقى على طول دي الكبيره. نيجي اللي بعديها هنا 50 وهنا 50، هنا 0 وهنا 1 يبقى دي برضو الكبيره. نيجي على اللي بعديها هنا 12 وهنا 2، خلاص ما تكملش دي الكبيره مش محتاج ان اكمل. نيجي على اللي بعديها ها 98 وهنا 98، هنا 0 وهنا 1 يبقى دي الكبيره، هنا 10 وهنا 10، هنا 1 وهنا 0 يبقى دي الكبيره ما كملش، هنا 34 وهنا 34، هنا 5 وهنا 5. استنى ايه، لو بعد ال 5 هنا مفيش حاجه وهنا في حاجه لازم اخد بالي، لو هنا اي ديجيت الا الزيرو يبقى دي الاكبر، لان انا ممكن ازود زيروهات زي ما انا عايز. يعني هنا لو في بدل الزيرو دي 1 او 2 او 3 او اي رقم يبقى دي الكبيره على طول، انما هنا زيرو، ما هنا زيرو وهنا تعتبر في زيرو، يبقى كده الاثنين ايه؟ اكوال. نيجي بعد كده الاكزامبل اللي بعده، سيلكت ذا لارجست نمبر، اكبر نمبر. قلنا اول حاجه بنروح للول نمبر، الول نمبر هنا 1 وهنا 1 وهنا 1 وهنا 1. ننتقل للي بعده 4 3 4 0، يبقى عندي الفور اللي عيني عليها بقى دلوقتي، هنا 4 و4، بعد الفور هنا 0 بعد الفور هنا 4، يبقى دي هي الايه؟ الكبيره. نيجي على اللي جنبه، هي عايزين اللارجست، هنا 1 هنا 1 هنا 1 هنا 1، هنا بعد ال 1 0 اللي بعدها 3 بعدها 2 بعدها 0، طبعا يبقى اللي بعدها ايه؟ بعدها 3. سيلكت ذا سمولست نمبر، 20 20 20 20، جميل. يبقى كده هضطر ننتقل للديسمال، اول ديجيت بعد الديسمال 0، هنا 1 هنا 0 هنا 0، طبعا يبقى ايه؟ يبقى دي، استنى يا مستر ايه، انا عايز السمولست، شاطر، انا بقول لي يبقى دي اكبر واحده، ما تغلطنيش بلاش الحركات دي. طيب نيجي بقى على السمولست، يبقى هنا 0 قلنا هنا 1 خلاص دي انا مش عايزها، هنا 9 صح؟ وهنا ايه؟ 0 وهنا 1، 9 0 1، من الصغير ايه من الشاطر، ايوه يعني الزيرو. نيجي هنا 9 3 30 90، طبعا باينه خالص هي الايه؟ الثري. طيب arrange the following numbers in an ascending order. ascending ايه؟ نرجع بقى لبرايم 1 و2. يلا ascending يعني ايه؟ يعني وانت طالع السلم صح؟ من الصغير للكبير. جميل، فين الصغير هنا؟ نبدا بالول 45 54 45 54 51، ascending الصغير يعني يبقى 45، دي 45 ودي 45، بس ال 45 هنا بعدها 2 وهنا ال 45 بعدها 1، يبقى هي دي، وعلى طول ناخد دي بعدها. دايما لما نكون بنعمل ascending او descending وعندي 2 number بحاول اقارن بينهم، من الكبير وبين الصغير، اخدهم الاثنين ورا بعض. تمام؟ يبقى عندي هنا 45 بعدها 1 وهنا بعدها 2، يبقى ال 1 وبعدين الايه؟ ال 2. بعد كده ارجع للباقي. 54 54 51 اهي.
بعد كده هنا 54 54. طب ال 54 دي بعديها 1 ودي بعديها 2، يبقى اللي بعديها ايه؟ 1 وبعدها اللي بعديها 2. ننتقل للدرس اللي بعده اللي هو راوندنج ديسمال، او زي ما كنا بنسمع قبل كده اللي هي الايه الابروكسيميت او النيرست، ايا كان الايه المسمى اللي بتقالها. طيب الابروكسيميت او النيرست دي معناها ايه؟ معناها تقريب. التقريب يعني ايه التقريب؟ يعني لما اجي اقول لحضرتك انت معاك فلوس كام، فانت تقول لي معايا حوالي 10 جنيه، هما ممكن ما يبقوش 10 جنيه بس هما قريبين من ال 10 جنيه، يعني ممكن 8 9. تمام؟ فمعنى كلمه ابروكسيميت ان بجيب اقرب رقم للي ايه؟ للي معايا. طبعا ابروكسيميت ليها طريقتين للحل، في الطريقه اللي هي بتاعه اللاين دوت، وفي طريقه ثانيه. احنا هنتكلم عن الطريقتين باذن الله. اولا الابروكسيميت بستخدم لها السيمبل ده اللي عامل زي موجه البحر ده. تمام؟ لما يجيب لك نمبر ويعمل لك العلامه دي تعرف انه طالب منك ابروكسيميت. طيب قلنا الابروكسيميت نوعين، في ابروكسيميت اللي هو الابروكسيميت الايه اللي هو بالطريقه ديت، ماشي؟ فبيقول لك مثلا 24.7 to the nearest whole number، يعمل لها ابروكسيميت to the nearest ايه whole number، لاقرب whole number. طيب في الحاله دي بعمل ايه؟ بجيب الرقم اللي عندي واشوف هو ما بين تو وول نمبر ايه هما؟ يعني ال 24.7 دي ما بين تو وول نمبر ايه هما؟ لا بالظبط، ما اقول لك انت معاك كام؟ تقول لي معايا 3 جنيه ونص. 3 جنيه ونص دي ما بين كام وكام؟ اهي ما بين الثلاثه وما بين الاربعه، ف 3 ونص 3 وربع 3 وثلث 3 واي حاجه. تمام؟ يبقى ال 24.7 دي بتوين ال 24 وال 20 ايه؟ وال 25. طيب الابروكسيميت عندي بيعتمد على جزئيتين، ده طبعا غير الطريقتين، احنا بنتكلم على جزئيه الابروكسيميت عامه. يا اما الرقم يكون مور ذان هاف او هاف اور مور ذان، او يكون ليس ذان هاف. تاني ابروكسيميت بيعتمد على ان النمبر اللي قدامك يكون ايكوال اور جريتر ذان هاف او سمولر ذان هاف. ازاي؟ احنا جبنا الوقت قلنا دي 24 ودي 25، ما بين ال 24 وال 25 24 and point 5 او 24 and half. تمام؟ انا قلت لك 24.7 ما بين كام وكام؟ قلت لي ما بين ال 24 وال 25. طب في النص كام ما بينهم؟ 24.5. نيجي بقى في النقطه دي، لو الرقم اللي مدهوني كان ايكوال للهاف او جريتر ذان، تمام؟ بيتعمل له ابروكسيميت بطريقه. طب لو ليس ذان الهاف بيتعمل له ابروكسيميت بطريقه ثانيه. ايه هي الطريقة؟ في كلا الحالتين اللي بعد البوينت هيتشال، اللي بعد البوينت هيتشال، يعني كده كده السيفن دي هنشتلها. ان كانت السيفن، ان كان البوينت اللي بعد الديسمال ايكوال الهاف او اكبر او اصغر من الهاف. بس لو كان النمبر اصغر من الهاف بشيل البوينت 7 وخلاص، يبقى الاجابة 24 وخلصت. معايا؟ لو كان النمبر سمولر ذان الهاف بشتال الديسمال نمبر واسيب الرقم العادي اللي هو 24 زي ما هو. طب لو ايكوال الهاف او جريتر ازود على الول نمبر 1، ازود على الول نمبر 1 بدل ما هو 24 يبقى 20 ايه؟ 25. يبقى هنا الاجابه 24.7 الابروكسيميت بتاعتها النيرست وول نمبر اللي هي كام؟ 25. نجيب اكزامبل كمان. عندي هنا 45.698 to the nearest hundreds. nearest hundreds، جميل قوي. فين ال hundreds؟ ايه tenses hundreds اهي 9. يبقى اجي عند ال 9 هنا ايه واخد الرقم اجيب اللي قبله واللي بعده، اللي قبله واللي بعده. طيب يا مستر اللي قبله واللي بعده من اول ايه؟ معلش من اول ال 8 ولا من اول ال 6 ولا من اول ال 9 ولا من اول ايه؟ هو عايز ايه؟ هو عايز nearest hundreds، يبقى من اول ال 69 ده، ماليش دعوه بالايه دلوقتي بقى خلاص. من اول ال 60 ايه؟ 69. ال 69 دي بتوين كام وكام؟ تقول لي ما بين ال 69 وال 70. ايه يا مستر ازاي يعني؟ فلوس 69 ما بين ال 60 وال 70. اقول لك استنى، ما في رقم بعدها. في رقم ايه؟ بعدها، يبقى هي 69 و 70 عشان بعد كده ما اجي ازود زيرو، زي ما احنا عارفين طبعا بنزود زيرو في اي جزئيه.
فتبقى 600 ماشي، هنا دي هتبقى 690 وهنا 700، بس طبعا هما زودش زينو فانا حبيت اقولها لك. تمام. وبعد كده بنجيب الايه النمبر اللي في الميدل اللي هو 695، هي هتطلع 698 يعني اكبر، فبنزود ايه، بنزود 1 على النمبر اللي قبلها. طيب في الاكزامبل اللي فات نرجع له، لما جيت هنا زود 1 هنا 24.7، لما اشتلت دي وزودت 1 على الول نمبر اللي قبله، ما زودتش على النمبر كله، لا زودت على اول رقم قبله اللي هو الفور فبقى 5. انما هنا لما انا اشتلت الايه هزود نمبر 1 على اللي قبله اللي هي كام؟ ال 9 صح؟ تبقى تاني 0 كاري اب 1 تبقى 7، يبقى 70 تبقى ايه؟ تبقى 70. طبعا ممكن ازود على الايه؟ على الجزئيه دي، بس ماليش دعوه بالول نمبر، لان احنا بنتكلم عن النمبر اللي عليه الدور اللي هو ايه؟ اللي هو 70. طبعا واحد يقول لي يا مستر الطريقه دي لبختني شويه، انا عايز طريقه اسهل شويه، اقول له من عينيا ثواني واقول لك الطريقه السهله، بس نعمل دي بالطريقه اللي قلنا عليها وبعد كده نروح للطريقه الايه الطريقه الثانيه. هنا عايز ايه؟ عايز نيرست وول نمبر. يلا الثلاثه دول نيرست وول نمبر. وول نمبر يبقى اخد الرقم اللي قدامي اشوف اهي ما بين كام وكام، هنقول دي مثلا 3.2 بتوين كام؟ اهي بتوين ال 3 وال 4 مش كده، وفي النص تبقى 3 اند هاف. نيجي بقى 3.2 دي ال 2 دي ايه عند الهاف واكبر ولا اقل؟ طبعا هتقول انها ايه؟ هتقول انها اقل صح؟ ففي الحاله دي هعمل ايه؟ كده انا مش عايز الديسمال نمبر ده كله، فتبقى الاجابه كام؟ 3. نيجي على اللي بعده ايه؟ 65.8 يعني بين ال 65 وال 68 وال 66 وفي النص 65.5. طب ال 8 اكبر من ال 5 او لو قدها حتى عادي صح؟ قدها او اكبر بنعتبرهم نفس الايه؟ نفس الفكره. طيب ال 8 اكبر من ال 5 فتدي 1 للي قبله، فتبقى بدل 65 تبقى 60 ايه؟ 66. طبعا احنا عارفين كده كده الديسمال كله بيتشال طالما نيجي ستور نمبر. هنيجي هنا 19 بوينت كذا، يبقى ما بين ال 19 وال 20 وفي النص 19 بوينت ايه؟ 0.5 اللي هي في النص بالظبط. طيب هنا 0.6 يعني هنا فوق، فتدي 1 لل 19 تبقى كام؟ تبقى 20. طب هنا عايز نيرست 10 سيز، نيرست 10 سيز جميل. نيجي هنا 0.65 يبقى ما بين ال 0 وال 1 مش كده؟ بس هنا مش هكتبها بين ال 0 وال 1 ليه؟ لانه عايز النيرست تنسز، فعين تروح على التنسز، تروح على تنسز دي 60 ايه؟ ايه 65، يبقى ما بين ايه؟ ما بين ال 6 وال 7، هنعتبر ان ال 5 دي مش موجوده، ما بين ال 6 والايه؟ وال 7 وفي النص 65. طبعا 6 اللي هي 60 وال 7 اللي هي 70، بس احنا قلنا ما بنكتبهاش ماشي؟ طيب 65 دي في النص مش كده؟ يبقى ايه؟ هنشتغل 5 ونزود 1 على اللي قبله فتبقى 0.7. نيجي هنا 45.54، هنا برضو نفس الفكره، هتبقى 45.5 و.6 جميل، وفي النص 50 ايه؟ 55. هنا 4 قبلها ما تديش، فيبقى ال 4 هشتغلها تبقى 45.5. هنا 3.992 هو عايز تنسز، يبقى بين ال 9 وال ايه؟ وال 10. بس خلي بالك ايه يا مستر؟ 3.9 لو انا قلت ما بين ال 9 وال 10 مفيش حاجه اسمها 10، 10 يبقى هزود 1 على اللي قبله تبقى 4، يبقى المفروض دي ما بين ال 3.9 وال 4 مش كده؟ وفي النص 3.95. طيب هنا ال 9 تدي الايه؟ تدي دي عادي مش كده؟ فتبقى 10 0 كاري اب 1 تبقى 4، تبقى الاجابه ايه؟ 4. طبعا الطريقه اللي انا شرحتها دي اغلب الناس بيعتبروها يعني صعبه شويه. طب يا مستر الاسهل ايه؟ دي في طريقه ثانيه اللي هي راوندنج رول استراتيجي. الطريقه دي بسيطه جدا، بتعتمد على نقطه بسيطه اللي هي انا دلوقتي جيت اقول لحضرتك اعمل لي ابروكسيميت للديجيت ده، تعمل حاجه بسيطه قوي، تروح للي بعده وتشطب عليه خلاص، وانت راجع من عنده
يا تجيب 1 يا ما تجيبش. ايه رايكم فيه؟ مفيش اسهل من كده. بروح للديجيت، انا عايز اعمل نيرست للديجيت ده، اروح للي بعده اشتاله، بس وانا راجع من عنده يا اما هجيب 1 يا اما مش هجيب حاجه. امتى اجيب 1؟ لو الديجيت اللي هشطب عليه ده 5 او اكتر، وامتى ما اجيبش؟ لو اقل من 5. فهنا هنلاقي مكتوب فوق ايه؟ if this digit is 0 1 2 3 4، ماشي، the number of the specified place remain unchanging. يعني لو الديجيت دي اللي موجوده رقم مش هيتغير، انما لو 5 او اكبر بعمل اد ايه؟ اد 1. ماشي. طيب نيجي على اكزامبل هنا كده، nearest whole number. whole number يعني عند الثري اللي هي الايه؟ الونس او اليونت. الثري هتروح عند الفايف تشطب عليها وهي راجعه، هتجيب ولا مش هتجيب؟ قلنا 5 او اكتر بتدي، يبقى الفايف تدي للثري 1 تبقى 4 تبقى 7 5 4. nearest tenses. tenses فين التنسز؟ اهي ال 2. هتروح للفايف تشطب عليها وهي راجعه هتعمل ايه؟ ها؟ هتجيب 1 شطار، تبقى 2 3 يبقى 56.3. nearest 10 فين ال 10؟ اهي 6. هتروح لل 3 هتجيب حاجه؟ لا، انا قلت كده كده اللي بنروح له بنحوله ل 0 وهي راجعه مش هتجيب، فتبقى 6 0. طب واللي بعد الديسمال ما بيتكتبش، ملوش اي قيمه. دايما اي رقم على اليمين بيتشال وتحط مكانه صفار. طب يا مستر ما حطيتش صفار ليه؟ هقول له يا حبيبي في حاجه اسمها 60.0، ملهاش قيمه، صح؟ طب nearest hundreds، مش hundred، hundreds اللي هي الفور 7. ال 7 هتروح لل 5 تشطب عليها وتجيب منها ايه؟ تجيب منها 1 تبقى 782.48. طب 100 بقى ايه؟ يونت او ونس تنس 100 اللي هي 9. ال 9 هتروح لل 5 تشطب عليها هي واللي بعدها طبعا، ويبقوا زروهات. بس وهي راجعه من عند ال 9 هتجيب 1، فال 9 دي تبقى 10. صح؟ 10 يعني 0 كاري اب 1، يبقى هنا ايه؟ 1000. دي بعض اسئله في الهوم ورك هسيبها تحلوها، تمام؟ ده كده كان درس النهارده. لو في اي حاجه وقفت عليكم يا ريت تكتبوا لي في كومنتات، او تدخلوا على طول على اللينكات بتاعه جروب الواتساب والفيسبوك والتليجرام، هتلاقوا طبعا الروابط تحت الفيديو. ادخل على اي جروب منهم واكتب لي السؤال اللي انت مش عارفه، انا ان شاء الله هساعدكم فيه. وطبعا ما تنسوش تابعونا على انستغرام وتويتر، ولو عجبتك الحلقة ما تنسيش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان اكتر عدد من الناس تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.